خشحاته لا تصدق ان احد راح يقدرك الا اذا مت راح يقولون عنك كلام كبير، كان فنان الله يرحمه وكان كذا وكان كذا، هذه الحاله. وانا علشان كذي ابي اجيبك عندنا وراح ندفعلك في الشهر 1000 دينار، يعني 3000 جنيه مصري وشقه وسياره وكل الامتيازات اللي ابيها. نعم اللي انت تريدها. ممكن حضرتك تديني فرصه افكر؟ شو تفكر فيه؟ الموضوع ما يبي له تفكير. انت تحب الكره واحنا نقدر اللاعب الممتاز. انت ايه رايك؟ والله ده مستقبلك وانت حر فيه. انا رايي برضو انك تسافر، وهو سنه ولا اتنين تحوش لك قرشين ينفعوك. سامع الكلام؟ كلامك يا مدام على عيني وراسي. استفيد منها، استفيد منها. خلاص بس اديني وقت ادبر اموري. اي امور؟ باكر انا اخلص كل الامور اللي بالسفاره وادز لك السايق واخليه ياخذك وتلاقي كل شيء جاهز. بعد ايش تبي؟ توكل على الله يا شحاته. اعتمد. شوية تعب. من ايه؟ من الشغل. علي انا تعب الشغل عارفينه وتعودنا عليه. اعترفي كده وقري مالك وفي ايه؟ فراستك امبارح كانت في محلها وكان في راجل. والنهارده؟ طار. ليه؟ عشان خاطر الولد؟ لا. داخل على طمع؟ لا. عايز ياخد الشقه منك؟ في واحده تانيه خطفته منك؟ وانت عليك عفريت اسمه لا؟ امال ايه اللي طياره؟ هيسافر بره. من قبل ما يكتب عليكي؟ هو كان حتى قال لي بحبك يا عفاف. اهو زي كده هو اللي طيره. على العموم ما تقلقيش، مسيره هيرجع وياخدك معاه. كلها 15 سنه. صحيح يا كوثر؟ يا مصيبتي حبيبي. عفاف! عفاف! فيك الخير؟ جاي تودعنا؟ لا انا جاي اقول لك على خبر كويس قوي. خير ان شاء الله. انا خلاص ما بقتش اقدر استغنى عنك انت واشرف. هتسافروا معاي؟ ومين قال لك بقى ان احنا عاوزين نسافر معاك؟ عشان نبقى عيله. لو كنت عايز نبقى عيله بصحيح ما تسافرش. والمستقبل يا عفاف؟ المستقبل هنا. تقدر تقول لي هتعمل ايه لما يوصل سنك 35 سنه؟ هتشتغل ايه؟ لعيب كره على المعاش؟ انت هناك ممكن تشتغلي ومن مرتبي نبقى نحوش قرشين نصرف منهم زي العجزه يعني. لا نعمل بهم مشروع. اسمع بقى، لا انا ولا انت ننفع في حكايه المشاريع دي. وكمان لازم تعرف ان ابني وحيد ملوش حد غيري، عاوزاه يعيش في بلده ويعمل له اهل من اصحابه. قلت ايه؟ عن اذنك. شركة الحديد والصلب. باشمهندس حسام علي رئيس فريق الكوره بالشركه. اهلا وسهلا يا فندم. انا سعيد جدا يا فندم. انا الجدع بتاع الخليج راح فين؟ هقول لك بعدين. بقول يا كابتن عدم مؤاخذه يعني تتكل على الله انت. طب ما نوصلكم طبعا العربيه اي حته رايحين ولا حاجه. كتر الف خير، متشكرين قوي. الله سلامة يا كابتن. تشكر. هو ايه اللي حصل؟ شوف انا خلاص هتعين في شركه الحديد والصلب وهلعب في فريق الكوره بتاع الشركه. صحيح والنبي.
اصل انا مش غاوي فلوس، انا غاوي كوره. ايوه كده. وكمان عشان نبقى عيله. جدع يا شيخ، ناسك واهلك اولى بيك.